السلام عليكم، أنا زميلتكم ريماء أبو هزيم من كلية الصيدلة. راح أبدأ معكم بشرح مادة CS2 Computer Skills for Medical Students أو مهارات الحاسوب لطلبة الكليات الطبية. راح نكون متواجدين معكم على قناتنا على اليوتيوب UJ Online Lectures وعلى مجموعة الفيسبوك لجروب UJ Online Lectures 2. رح نبلش بشرح مادة Computer Skills. بداية المادة رح تكون موجودة على الإي-ليرنينج زي ما احنا شايفين هون. السيلابس يلي احنا رح نحكي عنها رح نشرح على أساس السيلابس يلي نازلة لهذا الفصل. المادة عادة بتنقسم لأربع شابترات رئيسية، هم البروبلم سولفينج يلي بيكون أول شابتر. البروبلم سولفينج عادة بتكون مادة نظرية بحتة، بعديها ببلش الهيلث انفورماتكس والإكسل والأكسس. نحن رح نعمل سكيب لأول شابترين كونهم مادة نظرية، ورح نبدأ بشرح مادة الإكسل اللي يفترض الدكاترة يوصلوا بنصها خلال الدوام. رح نبدأ شرحها من البداية وإن شاء الله رح نكمل معكم بالإكسل والأكسس. رح يكون شرحنا للمواد على التريننج فايلز يلي بيكونوا نازلين على موقع الإي-ليرنينج، بس زي ما أنتوا عارفين موقع الإي-ليرنينج حاليا ممكن شوي يكون في صعوبات الوصول إله، بتكون التريننج فايل موجودة عليها. بكل الأحوال أنا نزلتها هون التريننج فايل، بتقدر تنزلوه من الإي ليرنينج تبعكم ونبدأ شرح فيه. زي ما أنتوا شايفين هون الهوم بيج تبعت الإكسل بتنقسم لشيتات. رح نبدأ بالشيت الأولى نحكي فيها عن السورتينج والسب توتال. هلأ بداية لما بدنا نحكي إحنا عن الإكسل فهي جداول، كل ما زاد عدد الداتا الموجودة داخل الجدول أنا رح يكون في عندي صعوبة بالتعامل مع هاي الداتا أو ترتيبها بشكل معين. لهيك ممكن أستخدم أي كاتيجوري من الموجودين واللي رح نحكي عنهم خلال الكورس هاد لحتى أرتب الداتا وأخذ تقرير معين عنها. فأول شيء أو أول كاتيجوري رح نحكي عنها اليوم هي عملية السورتينج. عملية السورتينج هي عملية الترتيب بناء على كيف يعني؟ يعني مثلا أنا في عندي الجدول أو العمود اللي أنا بدي أرتبه رح ينقسم عندي ممكن يكون لثلاث خيارات، إما رقم بيحتوي عمود على أرقام زي العمر مثلا أو العدد، اثنين ممكن يكون بيحتوي على تواريخ زي تواريخ الميلاد، تواريخ الوفاة، تواريخ الدخول إلى المستشفى في حال السجلات الطبية، ممكن بيحتوي عندي على أحرف وغالباً بتكون الـ patient name. ففي حال كان بيحتوي عندي على أحرف أنا بدي أعمل sorting from A to Z أو Z to A، يعني إما بدي أعمل بناء على الأحرف من تبدأ لي بالاسم اللي بيحتوي على حرف A لحد ما توصل نهاية الاسم اللي بيحتوي على حرف Z أو العكس صحيح. بالنسبة للأرقام رح تكون من الأكبر للأصغر والتواريخ من الأحدث للأقدم أو الأقدم للأحدث. تماما، رح نبدأ بعملية السورتينج. عملية السورتينج تنقسم بداية يا جماعة لجزئين، إما بعمل سورتينج لون كولوم أنا أو ممكن أعمل سورتينج لتو كولوم. في هاي الحالة بيكون أنا عندي ليفل أعلى من الليفل الأول. يعني في حالة السورتينج للون كولوم رح نبدأ حل إحنا الشرح على أساس الحل الموجود عندي هون. طبعا هذا الفايل زي ما حكيت لكم الدكتورة هي اللي منزليته. رح نبدأ sorting the patient, sort the patients according to charge. رح نبدأ من هون، هاي هي الكلمة المفتاحية اللي رح تحدد لي كيف الحل. charge رح أروح أنا على الكولم يلي هو مطلوب أو مذكور بالسؤال، على أي سل موجودة داخل الكولم. رح أروح بعديها على كبسة الهوم الموجودة هون، في عندي كوماند بيكون موجود sort مكتوب عليه sort and filter. رح أروح على sort، في عندي sort from smallest to largest A to Z أو sort largest to smallest Z to A. المطلوب عندي رح أرجع على السؤال مشان أعرف أنا شو المطلوب مني. المطلوب مني في هاي الحالة largest to smallest، فرح يكون عندي من largest to smallest. رح نرجع على charts نشوف ونلاحظ إنه اترتبت الأرقام من الأكبر للأقل. لو ننزل شوي راح نلاحظ بإنه الأرقام اترتبت.
ثاني سؤال موجود عندنا sort the patient according to data to often to date of birth from oldest to newest. راح نروح على الكولوم يلي فيه عفوا أنا هون خربطت راح أرجع كل إشي زي ما كان. طيب ال date of birth راح أروح أحط على أي سيل موجودة ما بتفرق أي سيل موجودة مش ضروري أو ممكن أعمل يعني select للكولوم كامل يعني ما في مشكلة هاي لو عملنا select للكولوم كامل لو بلشنا من تحت وطلعنا بالكولوم للأخير راح نروح على الهوم بعديها sort و from oldest to newest. طبعا لو تلاحظوا هون على الكوماند تبعت sort راح تتغير عندي لما حطينا انه charge كانت ارقام كان عندي smallest to largest او largest to smallest لما صار الموضوع dates فهو تغير من oldest to newest او newest to oldest فانا المطلوب مني بالسؤال from oldest to newest و راح اعمل sort. لو نلاحظ نرجع لل كولوم راح نلاحظ بانه ترتب من الاقدم للاحدث. طبعا السؤال بيكون بالامتحان بانه يسالك عن السيل مثلا اي 18 شو بيكون محتواها فانت بتحط له المحتوى هو على اساسه بقرر اذا كان السورتنج تبعتك صح او خطا. راح نعمل باك لكل اشي احنا عملناه ونرجع للسؤال الثالث. السؤال الثالث بيحكي sort the patients according to insurance from Z to A. راح نروح على insurance زي ما احنا ملاحظين انه هي كلمات يعني راح يكون الترتيب حسب الأحرف alphabet. فراح نروح على أي سيل موجودة بال column نكبس على home وبعديها على command تبع sort from Z to A زي ما حكينا الكاتيجوري تبعت الكوماند راح تتغير حسب ال طبيعة السيلز أو المحتوى السيلز الموجود بالكولوم. فبما أنه كان عندي هنا محتوياته هي عبارة عن كلمات راح تتغير from Z to A or A to Z فأنا مطلوب مني هو Z to A وراح نلاحظ أنه direct هو اتغير وترتب من Z to A. هيك بنكون خلصنا عملية sorting for one column. رح نبدأ هلا بشرح مادة التو كولومز أو عفوا مش مادة رح نبدأ بشرح التو كولومز sorting to the two columns. هلا هي بتكون بليفل شوي أكبر من الوان كولوم ولكن هي برضو سهلة يعني عملية السورتينج بشكل عام هي سهلة. التو كولومز بتحكي لي إنه أنا بدي أعمل sorting للبيشنت according to يعني شرطين بيكونوا موجودين. أول إشي بدي للجندر ثاني شغلة بتكون للإيج. أهم شغلة موجودة بالتو كولوم واللي الأغلب بخربط فيها هي إني أعرف الترتيب. لازم أنا أركز على كلمة then يلي بتكون موجودة هون وعلى أساسها رح أعمل sorting. أول شي رح نشوف كيف رح تصير. بحط الماوس بأي سيل موجودة داخل التيبل ما في مشكلة. بروح على الكوماند تبع السورت ما بكبس لا الأولى ولا الثانية. في إشي عندي هون اسمه custom sort. بكبس على هاي الكبسة. أول شي رح أعمله هو add level. طبعا كلمة add level بتحكي لي إنه أنا كم كولوم بدي أعمل sorting على أساسه. يعني هون عندي 1 2 sort by then by. أوكي لو كان عندي يعني 3 columns رح يكون أنا بدي أعمل add level تمام هيك رح يصيروا 3 بس هو بالامتحان بقتصر على 2 بس. هلا رح نرجع للسؤال مشان نقرأه بطريقة صحيحة وبعديها نبدأ عملية sorting. بحكي لي sort the patient according to gender. أول شي رح يكون عندي هون بأول خانة رح أحط الجندر وبعديها رح الأوردر يكون إنه A to Z فرح أحط A to Z. then بحكي لي by age ف then by هون يلي هي بعد كلمة then بحط age وبحكي لي الأوردر largest to smallest فبحط largest to smallest then we add okay. زي ما بنلاحظ هون انه التيبل رجع ترتب بناء على الجندر انه حكالي هون بناء على A to Z فحرف الاف يعني فيميل بسبق الميل فلو نلاحظ هو ترتب from فيميل الاول بعديهم الميل بعديها رتب لي اياه بناء على
الايج الاعمار كانت عندي من الاكبر للاصغر. هيك بنكون خلصنا موضوع السورتينج. نبدأ نحكي الان عن موضوع السب توتال. موضوع السب توتال هي انه انا بدي اعمل تجميع للبيانات ضمن مجموعات حسب شروط انا بدي احددها باستخدام مجموعة من الدالات، او خلينا نحكي الفانكشن يلي هي بتكون موجودة داخل السؤال. يعني مثلا انا لما احكي لي create subtotal to find the total، لما احكي total انا بدي يكون مجموع، فبالتالي رح استخدم الفانكشن اللي احنا بنعرفهم بال اكسل رح يكون sum. مثلا هون رح يحكي لي subtotal to find the maximum، فانا رح استخدم الفانكشن max. بداية لما يحكي لي create a subtotal to find the total charge for each gender، اول خطوة لازم اعملها هي اني اعمل sorting للجندر. اذا انا نسيت اعمل sorting يعني حلي كامل رح يكون غلط، فبالتالي اول كلمة رح تصير عندي اول ما اشوف subtotal الاشي الموجود عندي هون اخر اشي لازم اعمل له ايش؟ لازم اعمل له sorting. فبروح على الجندر بعمل كليك يمين و sort from A to Z أو Z to A، مش رح يكون في مشاكل. طيب لما يحكي لي create a subtotal to find، بحط السيل بأي مكان، بروح على data، في عندي هون subtotal. طيب هو هيك already عمل select لكل التابل الموجود هون. بالسبتوتال الترتيب اللي موجود لا يعني انه انا رح امشي على هدول الخانات بالضبط زي السؤال، بالعكس هو رح نمشي احنا من ورا لأول السؤال او لبدايته. فهو رح يحكي لي create a subtotal to find the total charge for each gender، فانا رح يكون عندي at each change in gender، بكل تغيير واحد بال gender رح يكون عندي use the function زي ما اتفقنا انه يكون sum لانه total، add subtotal to the charge رح اروح واختار الcharge من هون وبعديها اشيل عن insurance واحط الcharge. اوكي رح اعمل اوكي وراح يطلع لي سمري هون بتكون تحتوي على السبتوتل النهائية اللي هي الجواب النهائي للفيميل، لأنه إحنا أخذنا مجموع التوتل تبعت الشارج للفيميل وأخذنا التوتل تبعت الشارج للميل كل تغيير، وأخذنا التوتل للجراند إلهم الاثنين. هيك بنكون إحنا حلينا موضوع التوتل. هون بيطلع لي الجراند توتل اللي ممكن يطلب لك اياه بالسؤال، او يطلب منك الفيميل توتال او الميل توتال، واللي ممكن تطلعهم من هون عدا عن انهم بتواجدوا بنهاية الجدول. يعني الفيميل توتال رح تكون بنهاية السورتينج تبعت الفيميل، والميل رح تكون اخر اشي بما انه احنا رتبنا from A to Z. لو عكسنا الترتيب رح تكون الميل هي بالاول والفيميل تحت. هيك بنكون خلصنا عملية السورتينج وعملية السب توتلز. في عنا سؤال تاني هون ممكن نحله كتدريب على موضوع السب توتل، كونه الموضوع شوي ممكن يخربط. الأهم خطوة زي ما اتفقنا بعملية السب توتل هي انه انا اعمل سورتينج. طيب create a subtotal to find the maximum age for each insurance، فانا رح اروح على insurance واعمل له سورتينج. هاي المرة رح نعمل سورتينج بالعكس. لو عملنا sorting from Z to A بعديها احنا رح نختار اي سيل موجودة بالتابل ما بتفرق على data subtotal. هون رح اختار انا الانشورنس، رح يحكي لي بدي انا الفانكشن maximum، فانا رح احط الفانكشن max وراح اختار هون يكون في عندي age. الage رح اشيل عن الcharge وأحط الايج وأكبس أوكي. بهاي الحالة هو رح يعطيني الماكسيمم لا السلف باي للبرايفت للميديكال ميديكيد وللبي سي بيز والجراند ماكس اللي هو الهم، يعني بيكون الكل أعلى واحد فيهم كلهم يعني
هناك كان توتل فكان مجموع الفيميل والميل، هون حكينا عن ماكسيمم فهو رح يكون الماكس ل يعني إلهم كلهم اللي هي 64 رح تكون الجراند. هون رح يطلب، ممكن يطلب منك ايش هي الجراند ماكس اللي هي 64، او رح يطلب منك اي واحدة من هدول السيلف باي، البرايفت، الميديكيتد، والبي سي بيز. هيك بنكون احنا خلصنا، وزي ما اتفقنا بيكون موجود السيلف باي ماكس هيو رح تكون بنهاية السورت تبعته، والبرايفت ونفس الشيء يلي بعديهم، والجراند ماكس رح يكون اخر اشي. احنا هيك بنكون خلصنا اول شيت موجودة بال تريننج، الفايل تريننج اللي نزليته دكتورة على الاي ليرنينج. هيك بنكون خلصنا اول فيديو. رح نستمر ان شاء الله بمادة السي اس، ولكن رح تكون الفيديوهات متتابعة خلال مدة قصيرة ان شاء الله. بس انتو استمروا بمتابعة القناة، سبسكرايب ومتابعة المجموعة لحتى تعرفوا، وشكرا على متابعتكم.